بلباو في 2012 مونتويا، المباراه النهائيه اللي شهدت فوز فريق نادي برشلونه وقتها بنتيجه يعني كانت 3-0. بيدرو هدفين وميسي، ادي عمله هنا بتتابع كره ترجع على طول ادريانو التعادل ادريانو امتيازات يعني في الاداء، لكن النهارده مش ظاهر ابدا في الاداء بيدرو ريس مع روبن جارسيا اللي ايضا اللاعب الشاب. كرة وتحضير في وسط الملعب، استلام على طول سيسك بقى هو اللي هيبقى هو المايسترو، هيمسك العصا عصا المايسترو بعد خروج انيستا. ادي انطلاقات تيو السريع، مرة الكرة حلوة قوي الى مونتويا، الحارس المتواضع واليكسيس سانشيز